بعنوان القدس عاصمة فلسطين، ودعما لصمود المقدسيين من خلال الأنشطة الرياضية، نظم نادي الجليل في محافظة إربد بطولة كرة قدم بمشاركة واسعة وحضور جماهيري التزم بإجراءات الصحة العامة. تطلع الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين بهذه البطولة للعام الثالث على التوالي تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين، ترسيخا لهذا المبدأ، ترسيخا لثقافة القدس عاصمة فلسطين، وردا على كل من يزعم أن القدس عاصمة إسرائيل. نحن مصرون على أن نغرس ثقافة مقدسية في نفوس الشباب الذين يرتدون الملاعب ويعني يمارسون هواية كرة القدم. أيضا نريد أن نوصل رسالة أخرى أن هذه الثقافة المقدسية والتمسك بحق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في أرض القدس وأرض فلسطين، هذه ثقافة راسخة في نفوسنا حتى في ملاعب الرياضة. انطلقت هذه البطولة المرة الثالثة على التوالي ضمن أنشطة الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين. شارك معنا خلال هذه البطولة 16 فريق. هذه الأفرقة حملت أسماء حواري وأبواب بيت المقدس والوديان والجبال، فكانت هذه البطولة تحمل هذه الأسماء لتخلد أسماءها في قلوب ونفوس اللاعبين، وردا على تهويد أسماء كثيرة في القدس، فكانت هذه الأسماء راسخة في نفوس الشباب، وهي رسالة تضامنية من اللاعبين والفرق إلى أهلنا في فلسطين أننا ضد هذا التهويد وضد المؤامرات التي تحاك للقدس والمسجد الأقصى. وتأتي هذه البطولة بما يتفق مع الرأي الرسمي والرأي الشعبي ضد صفقة القرن، وبإذن الله نحن مستمرون ضمن الجمعية الأردنية في مواجهة هذه الحملات على جميع الفئات من الشعب، من الرياضيين والشباب والكبار والمثقفين. نشكر اللجنة المنظمة على هذا التنظيم الحلو والرائع في البطولة. شعوري بسعادة كبيرة أنه وصلنا للمركز المباراة النهائية وحققنا المركز الثاني. كنا نتطلع على مركز أعلى في المركز الأول، لكن بنبارك للفريق المنافس، أخواننا أدوا مباراة جميلة ومباراة رائعة. نشكر الحكام واللجنة المنظمة كلياتها، والشعور أنه غرزت فينا من جديد وأحيتنا اسم البطولة القدس، انه لساتها عايشه فينا وما نسيناها ولا رح ننساها، وباذن الله راجعين. وبنشكر مرابطين في المسجد الاقصى واحنا معاهم بكل مكان بالنيه وبالارواح ومش متخلين عنهم. البطوله تحمل اسم فلسطين، القدس عاصمة فلسطين الثالثة. هذا أول شيء بيعطينا رسالتين. الرسالة الأولى لازم شباب الأمة يعرفوا قضيتهم المركزية الأولى وهي فلسطين المحتلة من الكيان الغاصب، والرسالة الثانية هي لشعبنا في فلسطين أنه إحنا معاكم، نحن نشعر بوجعكم، نحن نعاني بمعاناتكم، ونحن نتأمل إن شاء الله البطولات القادمة تقام في القدس بعد تحريرها قريبا إن شاء الله. شعوري بالفوز شعور لا يوصف. الحمد لله احنا وصلنا للمباراة النهائية واخذنا الكأس للمرة الثانية على التوالي بجهود الشباب بجهود الجميع، وان شاء الله احنا دائما مشاركين بهذه البطولة ونسعى دائما لانجاح هذه البطولة. نشكر اللجنة المنظمة ونشكر جميع من ساهم بانجاح هذه البطولة.